السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعدنا إليكم من جديد ونسعد بتواصلكم معانا. وأخي محمد ربنا يكرمه كان بيسأل، ينفع أدي زكاة المال للوالدين؟ لا يا حبيبي، ربي يبارك لك فيهم، الوالدين ياخدوا عنينا، ما ينفعش ندوم من زكاة المال. الزكاة إنما تكون لغير الوالدين ولغير الأبناء. يعني جايز ترخص البعض في ان نديها للابناء لو عليهم ديون، انما الاباء والامهات ما ياخدوش زكاه. ياخدوا حبايب عينينا، ربنا يبارك لك ويخلف عليك. والقاعده عندنا يا ساده انه النفقه تجب على الابناء، نفقه الاباء والامهات تجب على الابناء في حال فقر الاباء والامهات، ويلحق بكده الجدود كمان، وبالتالي ما ينفعش ندوهم من الزكاه. انما اختك ينفع، جهزها من زكاة مالك مفيش اشكالية، وبعد جوازها لو احتاجت منك فلوس وانت عندك زكاة مال اديها من زكاة المال، هي اولى من الغريب ولك بذلك اجران وربنا يبارك لك. الحاج عطية ربنا يكرمه، اخوه الاكبر بيسب ابوه وامه، ذكروا بالآية الكريمة، ربنا يبارك فيك، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف. مجرد كلمة أف أف لا تجوز، ما الصوت العالي بقى إيه؟ الشخط والنطر ده يبقى إيه؟ السب بقى والضرب يبقى إيه؟ ده احنا هنا مش دخلنا في كبيرة، ده أكبر الكبائر عقوق الوالدين، السبع الموبقات. سيدنا بيقول كده، قول له يا سيد عطية الله يكرمك، خلي ذكره، سمعوا الحوار ده، الإعادة الساعة 4 الفجر خليه يسمعها، ولا أنت سجلها له وخليه يسمع ويشوف ويقرأ له الحديث، هتقوله من على النت ولا من أي حتة، وقول له اجتنبوا السبع الموبقات، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الاشراك بالله يجي بعديه عقوق الوالدين. يا خبر يا وذكر لما ربنا يقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. الله اكبر.